على سفوح الجبل الأخضر إلى الشمال من ولاية إزكي، حيث عين السواد وحسنها تحت ظل الراسيات ضياؤها. حارة العين تنظر إليها من عال، فكأنما سقطت من الجبل لتتلقفها النخيل الباسقات. اختارت لها هذا المكان المتميز بين السفح والبساتين. الجبل شامخ خلفها والخضرة تمتد أمامها، يغذيها فلج السواد الذي يخترق الحارة من الجهة الشرقية، يجري بين البيوت. فكأنما الحارة والفلج العين وسوادها. فظلت العين حوراء يجلوها تدفق مياهه بعدما جفت أفلاج أخرى كانت تجري في القرية، وبعدما أضحت الدور خاوية إلا من زائر مشتاق أو عابر آفاق. كما تعلمون قرية إمطي قرية عريقة ضاربة في القدم، لها بها آثار شاهدة على ذلك وحارات تراثية، ومنها حارة العين. وحارة العين حارة قديمة تم بناءها بالحجر والطين، وبها كثير من الأبراج والصباحات، ولكل برج له مسمى وصباح له مسمى. وطبعا هذا البناء بناء قديم لا يعرف له وقت محدد، هو من عدة قرون أو قرون كثيرة تم بناء هذه الحارة فيها. حارة العين تشد الزائرة بطريقة بنائها وهندستها الفريدة، فبيوتها مبنية بالحجارة المسطحة تعرف بالسقوف المتوفرة بكثرة في الجبل حولها. الصباحات، المداخل والممرات تزينها الأقواس، وفي كل صباح أماكن للجلوس كانت لحرس البوابات واستراحة لأهالي الحارة يتجاذبون فيها أطراف الحديث صبح مساء. فهناك صباح العين وصباح الصارم وصباح الإمام والسيادي. طبعا تم البناء كما قلنا بالحجارة والطين، وباستخدام كذلك بعض الأخشاب كبقايا النخيل الجذوع وما شبه ذلك، وبعضها بأشجار الكندل التي تستورد من خارج السلطنة. وتحتوي حارة العين على عدة أبراج، منها برج راس فلق والأساودة والأشاوس وبرج صخامة وخرب باروت وبن سالم وغيرها كثير. سميت حارة العين بهذا الاسم نسبة أو لقربها من عين الفلق، وكذلك أيضا لقربها والتساقها بحارة السواد، والسواد والعين هما من أجزاء العين ومن أجزاء الجسم، تيمنا بهذا المسمى وترابطا اجتماعيا فيما بينهما. كما يمر في هذه الحارة حارة العين فلق يسمى فلق السواد، يسقي الأموال والمزارع والبساتين، وكان يستفيد كذلك منه أصحاب البيوت والمنازل لأنه يمر بجوارهم أو في داخل بيوتهم. طبعا هذا الفلق من أحد الأفلاق السبعة الموجودة في القرية، وهو المتبقي الذي يفيض بالماء على هذه القرية.
تتوزع في الحارة 5 مساجد وثلاثة مجالس عامة، كانت مدار نشاط أهالي الحارة، يلتقون فيها لاجتماعاتهم ومناسباتهم ولقاءات يومية في الصباح، يتناولون القهوة والتمر معا قبل أن يبدأ كل منهم عمله في الزراعة أو تربية الماشية أو البناء أو أعمال أخرى عرفوا بها، ويظل الآخرون في السبلة يمارسون أعمال السعفيات اليدوية. عاش الناس في هذه القرية وفي هذه الحارة حياة اجتماعية ملؤها السعادة والتعاون والتكاتف، حيث تكاتفوا جميعا في مهنهم وفي أعمالهم، فكانت الحرف التقليدية التي كانوا يعملون عليها، فبعضهم كان يعمل في الزراعة، وبعضهم كان يرعى الأغنام، وبعضهم كان يعمل في صناعة الأسلحة ومستلزماتها، وبعضهم كان يعمل في دباغة الجلود، فكل في شأنه. ولكن عندما تحين لحظة التعاون تجد الجميع كبيت واحد، متآلفين متجمعين، وتجمعهم كلمة واحدة. وهذا المجتمع البسيط الذي تكونت منه مجتمعات عديدة له شأن كبير في الحفاظ على العادات والتقاليد والموروث الثقافي الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. من المعالم البارزة في الحارة بيت العين، وهو أكبر بيوتها، يتكون من 4 أدوار، وبه مجلس عام سبلة بيت العين، وبجانبه برج كبير وصباح العين. برز في الحارة العديد من العلماء والأدباء والشعراء، عاش على هذه الأرض الطيبة مجموعة من الشعراء والأدباء والعلماء الذين نهلوا من علم العلماء ومن علم الصحابة، أمثال الشيخ ناصر بن خميس السليمي، والشيخ محمد مسعود الصارمي وولده محمد، وكذلك مجموعة من الأدباء الذين اهتموا بعمليات النسخ، ومن أشهرهم الشيخ سعيد بن رهين الخنجري. كان لهم الدور الكبير في نشر العلم ومحو الجهل وإنشاء مدارس القرآن الكريم فيما بعد. هذه المخطوطة ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وانتقلت إلينا عبر والدنا المتوفى الشيخ ساهر بن حمود بن حميد الصارمي. وهذه المخطوطة تضم في جنباتها علم من علوم الفلك والعلم القديم المسمى بعلم الرمل. ولو نلاحظ أن هذه المخطوطة قد بقيت على صحة ألوانها وصحة خطوطها، فمثل هذه المخطوطات هي إرث قديم تدل على عظم التاريخ العلمي الذي كان يعاصره أجدادنا وأباؤنا. يد الترميم امتدت تعتني بالحارة في مشروع مجتمعي يحاول إعمار الحارة وإظهارها بلمسات تعيد تقديمها بحلة زاهية نابضة بالحياة للزائرين ولربط الأجيال الناشئة والشابة بهذا الجانب من الموروثات التاريخية.
ليظل إرثاً مستداماً يحفظ منجزات أجيال مضت ويفتح آفاقاً لأجيال حاضرة. فكرة ترميم الحارة كانت تراودنا من فترة طويلة، وبعد فترة كذا كانت في زيارة للأخت الفنانة التشكيلية مريم بنت محمد الزرقالية، وكانت تسعى بأنها تخلد اللحظة الأثرية بالفن، فاتفقنا أنه نبدأ نعمل في المشروع. فبدأنا في 2019 في ترميم صباح العين، طبعا من القطاع الخاص بمشاركة من الأهالي، كذلك بإشراف مباشر من وزارة التراث والثقافة. وزارة التراث والثقافة وزيرها السابق كان جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله وبمباركة منه. فالحمد لله انطلقنا والمشروع بدأ واستمرينا، انتهينا بعد سنة تقريبا، خلصنا من ترميم صباح العين، استمرينا بدأنا في ترميم صباح الصارم، فبالأمس انتهينا من ترميمه والله الحمد. مشروع يهدف إلى ربط الفنون القديمة من نقوش وزخارف بالفن التشكيلي الحديث، فتزينت مداخلها وبعض جدرانها بلوحات جدارية من الخط العربي وأخرى فنية تشكيلية، ليظل الشاعر متغنيا بين السواد وعيني الحب يملأ عيني.